السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين، نلتقيكم في ويبينار جديد بعنوان الذراع الدقيقة أو الذراع الذكية، التقنيات والمشاريع العملية. أنا أوفي خميس عبد الله، مشرف في مجموعة الباحثين السودانيين. هتقدم لنا اللقاء الباشمهندسة زينب مالك، هي خريجة هندسة الإلكترونيات جامعة السودان لعلوم التكنولوجيا في 2018، وكانت نائب لرئيس جمعية اي تربل اي فرع الطلاب بجامعة السودان لعلوم التكنولوجيا في الفترة من 2017 ل 2020. اتفضل يا باشمهندس زينب، عرف عن نفسك وابدا قدم الويبينار على طول. السلام عليكم، أنا زينب مالك، درست هندسة إلكترونية جامعة السودان، تخصصت إلكترونيات صناعية. هقدم لكم الليلة سيمينار بعنوان الزراعة الذكية تقنيات، وهتكلم برضو عن مشاريع عملية لشركات أو أجهزة أو ستارت اب استخدمت التقنيات دي على أساس إنها تحسن من الزراعة. طيب نبدأ. الزراعة واحدة من المجالات اللي لاقت اهتمام كثير في الفترة الحالية، وخاصة في أفريقيا، وإنه كيف نقدر نستخدم التقنيات الحديثة عشان نتحصل على محصول كويس وأرباح كويسة، وفي نفس الوقت الخسائر تكون بسيطة. هتكلم عن التقنيات الريسنت في الزراعة. أول تقنية عندنا الـ IoT أو إنترنت الأشياء، اللي هو ده فهمه إنه بيكون في كم جهاز او كم equipment متصلين مع بعض على اساس يدوا داتا للمزارع. الداتا دي بيقدر من خلالها يحلل ويطلع لي بديسيجن معين، انه مثلا لو التمبريتشر منخفضه يقوم التمبريتشر، لو عاليه شديد يقوم السقايه تشتغل للزراعه وكده. فالاي او تي نربط كم جهاز او كم قطعه مع بعض بحيث يدوني قراءه لمزرعه، ومن القراءه دي تديني بيانات عشان اقدر احللها واتخذ قرار. فبيستخدم عده سنسرات، مثلا السويل مايستر اللي هو رطوبه التربه، وفي برضو الووتر سنسر، وفي سنسرات الجو والحاجات دي. في تاني البرسيشن اجريكلتشر او الزراعه الدقيقه. الزراعة الدقيقة دي فهمها يعني أغلب الاستخدامات حقتها كانت في مجال الـ AI والدرونز. في مجال الـ AI الدرونز، كيف نقدر عن طريقة إنه نعمل مراقبة للمزرعة بحيث إنه نقدر بدل ما كل مرة عمال يجوا يراقبوها ويشوفوا مثلا الزرع قايم كويس ولا لا، عن طريق الدرون ممكن نعمل الحاجة دي. والـ AI بتمكنني إنه أعمل ديتكشن ديزيزز، لو كان مثلا عندي نباتات ما قايمه كويس او فيها مرض معين بيقدر يعمل لي ديتكشن للحاجه دي. التقنيه الثالثه الاوتوميشن، وهو كيف انه اخلي الاله تشتغل لي شغل بدقه كويسه بعيدا عن تحكم الانسان، يعني تشتغل هي براها. الحاجه دي ساعدت شديد في المراحل من الزراعه، من البدايه انه نحرس الارض، انه الاله دي تحرس لي الارض لحد ما تقطف لي الثمار او تحصد لي الحاجات. وحتى في المصانع حقت التغليف وكده بيستخدموا الاوتوميشن. التقنيه الرابعه اللي هي البلوك تشين. البلوك تشين هي باختصار بتساعدني في انه اعمل اداره للموارد. اداره للموارد كيف بيستخدموها؟ مثلا المزرعه لو طلعت محصول معين بتقدر تتحكم في انه مثلا الشاحنات اللي حتشيل الحاجات دي لحد ما تصل المخزن حق الشركة الفلانية أو محطة التوزيع الفلانية، بيكون عندها مراقبة لكل الحاجات دي. فهو باختصار للريسورس مانجمنت. التقنية الخامسة الجي بي اس والساتلايت، ديل ساعدوني في إنه أعمل مابينج للفارم. مثلا مزارع بيكون عايز يشوف المزرعة حقته دي مساحتها كم، عايز يخططها انه هنا مثلا هزرع طماطم، هنا هزرع كده. فالساتلايت او الريموت سينسينج والجي بي اس بتديه صوره واضحه انه يقدر يعرف انه اوكي المساحه دي قدر كده، هزرع فيها كده. برضه ممكن تحلل لي التربه وتوريه ان التربه دي جافه ولا صخور ولا طينيه ولا كده، وغيرها من المميزات مع التقنيه دي. اخر حاجه عندنا
الاربن اجريكلتشر والفيرتيكال فارمينج والجرين هاوسز. ده الجو مع الحوجه للمساحات، انه لقينا انه الزراعه بتاخد مساحات كبيره فجاءت الحوجه للفيرتيكال فارمينج. برضو في المدن المباني كثرت وكده، فجاء المفهوم بتاع الاربن اربن اجريكلتشر اللي هو الزراعه الحضريه. وكمان الجرين هاوسز بتساعدني انه الجرين هاوسز بتساعدني انه اوفر الانفايرمنت المناسبه في الانفايرمنت المناسبه في اي وقت من اوقات السنه للمحصول المعين. كده بكون انتهيت من الجزء الاول حق التكنولوجيز في الاجريكلتشر. حامشي للتطبيقات حقتها اللي هو انه حاشرح مشاريع عمليه في المجال بتاع الاي او تي والاي اي والاوتوميشن وكل الحاجات اللي ذكرناها دي. اول حاجه عندنا في مجال الاي او تي في ناس امبيديفيت، دي شركه بتاعت ستارت اب عامله جهاز بيعمل هيلث تراكر للابقار، يعني بتتركب في البقره او في عده ابقار وبتجمع منها داتا للهيلث والبيهافير حقتها كيف وكده، على اساس انه تتجمع داتا ويستخدموها فيما بعد في انه يحللوا سلوك الكائنات دي على اساس انه تقدر تديني انتاجيه احسن وكده. ف ده شكل الجهاز. الحاجه الثانيه سمارت اليمنتس، برضو استخدموا تقنيه الاي او تي. هو عباره عن جهاز بيربط لي كم سنسر، سنسرات بتاعة soil moisture temperature weather كده كلهم بيكونوا مربوطات مع بعض، على أساس إدوا المزارع معلومات كويسة يقدر يحلل بيها إنه أوكي هفتح المواسير في المحصول الفلاني لأنه المياه ما واصله، مثلا الليلة جاية مطرة ما في داعي للسقاية كده، فبتجمع له داتا كويسة بحيث إنه يقدر يستخدمها بصورة أمثل عشان يحسن من الإنتاجية. البارت الثاني اللي هو جزء الـ AI والدرونز، أول تطبيق اسمه برومأجريك، ده بيساعد، هو ستارت اب اتعمل الشغلة حقته إنه المزارع بيصور الثمرة أو بيصور الفرع اللي فيه مشكلة أو الصفقة، وبديه البرنامج برجع له بتريتمنت المناسبه لانه اوكي المشكله كده او الحشره الفلانيه جات له كده، وبيساعده في انه يعمل له ديتكشن. التطبيق الثاني من ماسيف دايناميك اللي هم شركه سودانيه، كان عملت سيد سبريدر درون اللي هو درون بيتوزع لي الحبوب او التقاوي في الاراضي، والفعالية حقتها كويسة شديد وممكن تغطي لي 50 فدان في اليوم ورخيصة شديد بالنسبة للحاجات الثانية. فزي ما شايفينها هنا الفقرة الثالثة الأوتوميشن. في الأوتوميشن المثال اللي جايباه هو إيكو روبوتكس اللي هو مستخدمينه للرو كروبس اللي هو المحاصيل اللي بتكون مزروعة في شكل صفوف، فهو بيجي زي مر عليها وبيعمل لها ديتكشن لكل الحاجات من السويل وبيشوفها قايمة كويس ولا لا وكده، وشغال بالسولار انرجي اللي هو صديق للبيئة. المشروع الثاني روبوت برضو مستخدم للمحاصيل اللي بتكون في شكل صف لكن تحديدا الذرة، فبيجي ماشي بجواها وبيكون عنده كاميرا بتكون لافة بشكل دائري على اساس انها تشوف الصفوف او ما بين الزرع ده في شنو، وبرضه بتعمل ديتكشن للتربة وبترجع بيانات للمزارع على اساس انه يقدر يحدد مثلا السماد المناسب، لو في مشكله في حته ما قامت كويس والباقيات قاموا كويس بيقدر يرجع لها، فبيشتغل براو اللي هو عن طريق الاوتوميشن. الفقره الرابعه اللي هي البلوك تشين، اول تطبيق هالو تراكتر اللي هو مثلا بدل ما المزارع انه يمشي مثلا الحته المعينه فيها تراكترات ويسال ويقول انا عايز التراكتر المعين او كده، فهو بس من موبايله
بيشوف التراكترات أو الآلة الزراعية اللي هو دايرة وبيحجزها على أساس إنها تجيه في الوقت المعين. التطبيق الثاني كاو ترايب، اللي هو بدل ما المزارع يمشي يودي الحيوانات حقته الخرفان والأبقار والحاجات زي دي مثلا يوديها للطبيب البيطري، التطبيق ده بيمكنني إنه أكل أحجز الطبيب البيطري يجيني هو في المزرعة، فكده سهلت شديد على المزارع إنه من الحتة حقته الطبيب البيطري يجيه في المكان على أساس ذاته يعمل تشيك للحتة ويشوف الحيوانات ماله. التقنية الخامسة الجي بي اس، في تطبيق ساي كام ده بيستخدم تقنية الريموت سينسينج والريموت سينسينج والمابينج سيستم، بيستخدمها على أساس إنه يدي المزارع صورة من فوق للأرض حقته على أساس يقدر يقسمه بالطريقة المناسبة ويعمل لها ديزايننج بالطريقة المناسبة على أساس يقدر يحدد يعني أنا أزرع هنا شنو هنا شنو، يعني يقدر يبدأ بعد دراسة حقة الجدوى حقته قبل ما يبدأ المشروع حقه أو قبل ما يبدأ الزراعة. التطبيق الثاني جرين ماب، ده ستارت اب سوداني بيستخدموا تقنية الريموت سينسينج والار اي اس والجي اي اس. الحاجات حقتهم باختصار اللي بيعملوها انه بيعملوا اناليسز للمزرعة عن طريق التقنيتين اللي ذكرتهم بس قبل شوية ديل، وبعد ذاك عندهم عندهم مهندسين زراعيين ممكن يعملوا لك استشارة زراعية او دراسة جدوى عن الحاجة المعينة وبيدوك في النهاية تقرير متكامل عن انه الحتة دي لو زرعتها بالمواصفات التالية هتطلع بربح كده، هتكلفك كده، حتى الريسورسز الموية اللي بتحتاجها قدر كده، العمال اللي بتحتاجهم قدر كده، فهم كويسين شديد ممكن تتابعوهم على الفيسبوك. التقنية الأخيرة الـ Vertical Agriculture والGreen Houses. الـ Vertical Agriculture اشتهرت شديد في اليابان على أساس إنهم ما عندهم مساحات أفقية، فجاءت الفكرة إنه ليه ما نزرع في شكل في شكل Vertical اللي هو إنه الحاجات تكون بشكل أفقي وبنهيئ لها البيئة المناسبة. فهو تقريبا في دمج ما بين التقنية بتاعت الـ Vertical Agriculture والـ Green Houses على أساس إنه يهيئوا الجو المناسب للمحصول في كل أوقات السنة ممكن أنا أحصد المحصول ده. الـ Green Houses مشهورة بها هولندا، في Green Houses كثيرة شديد. طبعا تقنية الـ Green Houses والـ Vertical Agriculture بيستخدموا فيهم الـ IoT برضو اللي هو بيكون في سنسرات كثيرة برضو تديني داتا على أساس إنه الحاجة دي تكون شغالة كده براها، لو حصل حاجة بيكون في ناس مراقبين وبيجي notification أو حاجة زي دي. تقريبا كده البرزنتيشن بيكون انتهى، فلو في أي سؤال أو ممكن نجاوب عليه. شكرا جزيلا باشمهندس زينب، والله قدمت برزنتيشن جميل وسريع وخفيف. لو اشوف الاسئله، اول شيء دار اشير انه زي ما ذكرت لو رجعت للصفحه بتاعت ماسيف دايناميك اللي هو باشمهندس عبد العال والشباب الرائعين اللي معاه، لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى انهم ساعدوني كثير جدا في البحث بتاع الماجستير بتاعي، ومن هنا انا الى الان ما لقيتهم طبعا، لكن الحمد لله مدعي لهم زي ما قال يوميا وبرسل لهم، ارسلت لهم والله دعم انه يحضروا اللايف ده لكنهم كانوا بشكل مشغولين. في برضه دكتور الوسيله قدم برزنتيشن قبل اسبوعين تقريبا عن الفينوتايبنج، هو باحث مع بعض الدكتوره في الصين، برضه كان راغب جدا انه يحضر الجلسه دي برضه لكن شكله ما قدر يصل. ايوه ناس بتشتغلوا الزراعة زي ما قالوا، الدرون الزراعة بحر التصحر، وشاركوا به في برنامج مشروعي وحاجات زي ما قالوا سمحة جدا جدا. المرة الثانية بشكرك وقدرت تلخصي بطريقة جميلة وبسيطة استخدامات التكنولوجيا بصورة عامة في المجال الزراعي. نشوف لو في زول عنده سؤال سواء كان في الفيسبوك أو في معانا أحمد سوبر معانا هنا في جلسة الزوم، إذا عندك سؤال تفضل يا أحمد.
أحمد سامعنا؟ طيب نشوف المجموعة في الفيسبوك إذا في أسئلة. طيب يا باشمهندس، أنا ما عندي سؤال، يعني نحن ذات صلة بالموضوع، المزارع البسيط أو صاحب الأبقار، البرنامج اللي قلتيه بتاع انه تطلب الطبيب البيطري في البيت، امكانيه تطبيق البرامج اللي قلتيها دي في السودان الان، يعني لو لاحظت في جاب بين المزارعين وبين الباحثين الزراعيين وبين التكنولوجيا بصوره عامه، امكانيه انه الجاب ده يتردم في المدى القريب او البعيد، في نظرك المطلوب مننا شنو؟ المطلوب كباحثين، منه كطلاب، كمتخذين القرار. كباحثين أو كطلاب في مشاريع التخرج كده، المطلوب إنه الناس تمشي تفتش على المشكلة أو تشوف المشاكل حوالينا أو تسأل. أفريقيا الصراحة مليانة بمشاكل، ودي حاجة كويسة إنه الزول يقدر يطبق فيها حلول بالتقنيات الحديثة وكده. فهو ببساطة ممكن الزول يحدد مثلا إذا أنا عايز أشتغل في المجال بتاع الزراعة، حمشي أسأل المزارع أقول له المشاكل اللي عندك كلها شنو. فواحدة من المشاكل هيقول لك مثلا ترحيل الأبقار وكده لحد الطبيب البيطري وكده. فهنا ممكن الزول تجيه فكرة إنه ليه ما أعمل لينك، لأنه الزول الواحد يجي للحاجات الكثير أو يجي للأبقار ويجي للمزارع، بدل ما الأبقار والمزارع يمشوا كلهم للطبيب البيطري هناك. فكده بتجي الفكرة إنه الزول يحدد المجال، وبعد ذاك يمشي يشوف عديل إنه الناس دول بجد بيعانوا من منيات ومشاكل، بعد ذاك يحدد مشكلته المعينة، إنه المشكلة المعينة دي خلاص أنا حامسكها. وتاني هو طبعا الطرق بتاعت الريسيرش، انه يمشي يفتش في النت الناس اللي اشتغلوا على الحاجة دي، على اساس انه يبدأ من حيث انتهى الاخرون يعني، ويبدأ يحدث فيها او ينزل تطبيق بنفس المواصفات هنا في السودان، لانه حاجة زي دي هنا ما في، فكونها تتعامل بنفس الحاجة ما في مشكلة. كلام جميل. طيب في سؤال في الفيسبوك من محمد عيسى بيقول انه هل بالامكان تنفيذ الجرين هاوس في السودان؟ ما هي احتماليته؟ ترد أيوة عليه؟ ممكن تتنفذ الجرين هاوس. هو بس الأشياء اللي بتحتاج، لأنه يعني هو السنسرات بتاعت الاي او تي وكده، على أساس إنه الزول يقدر يوفر لها البيئة المناسبة إنه الحاجة دي تقوم كويس، أو دراسة جدوى عادية لإنه الحاجة دي هي بتنفع. بس لكن السنسرات لازم تكون ظابطة، على أساس إنه يقدر الحاجة دي ما قايمة في غير الموسم حقها، فلازم انت تضبط الحاجات كويس على اساس انه تكون نفس البيئة او الجو حق الوقت اللي هي بتقوم فيه. كلام جميل. يا شباب اللي معانا في الزوم، اللي عنده سؤال يستخدم خاصية رفع اليد اللي هو ريز هاند، عشان ما يكون في، ويتأكد انه حتته ما فيها ازعاج عشان ما يكون في نويز. طيب عاطف اتفضل. عاطف احمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا دكتور، كيف الصحة؟ الله يديكم العافية، شكرا جزيلا وفي، وما شاء الله يعني نشيط والتوفيق ليك، وشكرا جزيلا باشمهندس زينب. انا يمكن يكون في الجامعه حاليا يا وفي، فحضرت جزء من، لكن العرض اللي حضرته ممتاز لانك تستخدم التكنولوجيا في الزراعه، وكويس ان يعني الناس طارقه على الباب ده وعلى الحاجه دي، بان تربط المجتمع بما وصل له التكنولوجيا شنو، وانه سهل على الناس كثير، والناس محتاجة لزيادة في الإنتاج والإنتاجية عشان تقدر تواجه النقص الحاصل ده يعني، وتقدر تستغل الإمكانيات استغلال أمثل يعني. فشكرا لكم جزيلا. معلش يا عاطف بس قاطعتك، عرف نفسك للشباب. سوري، أنا عاطف أحمد الإمام، طالب دكتوراه في جامعة إيجا تركيا، متخصص في الإنتاج الحيواني، وباحث إنتاج حيواني في هيئة البحوث الزراعية، محطة بحوث القضارف، ومشرف في 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 جروب الباحثين. ودفعتي في المنحة التركية. أيوة والله، دفعتك في المنحة التركية، إن شاء الله عقبالنا برضو نخلص يعني
ونرجع إن ثاني. شاء الله إن شاء الله ما باقي شيء. الحاجة اللي دار أعلق عليها بسيطة، إنه يا أخي فعلا في تكنولوجيا موجودة وفي جاب زي ما يعني ذكرت يا وفي، بين 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 البحوث وبين المجتمع اللي هو مستهدف التقليدي بتاعنا. فأنا الحتة اللي دار أعلق عليها بسيطة، بإنه حاليا في رؤوس أموال حتى في سودانيين شغالين في الزراعة وفي الرعي عندهم الإمكانية. يعني أنا من الدالي والمزموم بعرف ناس عندهم أكثر من 15,000 فدان، وعندهم أكثر من 20,000 راس من الضان، لكن الحاجة تقليدية جدا. الدائرة أقول إنه الناس الموجودة في أي مكان، يعني الخريجين، المهندسين الزراعيين، الباحثين، الأساتذة الجامعيين، الطلبة، يحاولوا ينقلوا رسالة للمجتمع بإنه يا أخي ليه ما نستخدم. هو اصلا الدور ده المفروض يقوم به الارشاد الزراعي والارشاد البيطري، لكن المجتمع كله يعمل ككتله ونحن ننفع في الحاجه دي. كويس انه كله يمنشن على الحاجه دي، اضافه لانه رؤوس الاموال دي الناس تحاول تقنعها بانه الموضوع ده مجدي ومفيد. وده يكون بشنو؟ يعني مثلا تقنع لك راس مالي بانه يعمل حاجه اضاحيه كده، نموذج بسيط، ونحن بنحب التقليد شديد في السودان. يعني لو ايوه لقينا حاجة يعني نجحت الركشة، مشروع ركشة نجح، الناس كلها بتعمل ركشات. فإنه يكون مشروع بتاع استخدام التكنولوجيا دي في الزراعة، في الحيوان، وبعد ذاك يكون نموذج إنه الناس كلها تتبعه. فلو عملنا الحاجة دي بنكون وصلنا رسالتنا، ربطنا المجتمع بالبحوث، ونقلنا الحلول المقترحة من البحوث للمجتمع، وده يكون بمشاركة مجتمعية. يعني المجتمع، الطالب، الأستاذ، كده يعني. فكده بنكون حققنا الحاجة اللي قاعدين ننشد لها، ويهب الوعي اللي قاعد يكون هسه عبر المنصات زي دي، يعني باستمارات وبننشر بها الوعي يعني. وجزاكم عند الله خير، وإن شاء الله بالتوفيق يا شباب، وللأمام إن شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور عاطف. لو عندك اي تعليق على الكلام ده باشمهندس زينب اتفضل. بس على خلنا، بس هو فعلا انه لو في تجربة حية قدام الناس ونتائجها نجحت، الناس حتبدأ تقلد فعلا، كلام او الناس جميل. محتاجة تشوف عليل قدامها تجربة. تمام، كلام جميل. انا بس عايز اضيف حاجة، انه الحاجات دي ممكن، ونحن كأساتذة طلاب باحثين لابد أن نطبق أول شيء مفهوم الأتيام البحثية. يعني الآن نحن في الجلسة، أنا تخصصي مهندس مساحة، أنت مهندس الإلكترونات، عاطف اللي هو مهندس زراعي، معانا دكتور الوسيلة تقريبا خشة في الجلسة. دكتور الوسيلة لو فاضي ممكن تدخل معانا. الموضوع بقى مع إنه ما في تخصص وحيد، إنه أنا هعمل كده، أنا مزارع، أنا مهندس، أنا كده. التخصصات زي ما قال بقت مالتي ديسيبلينري وإنتر ديسيبلينري في نفس الزمن، يعني تخصصات متداخلة مع بعض. الأتيام البحثية معا بتنجز أو بتعمل حاجة كويسة شديد، ده الحاصل يعني بصورة عامة. في فاروق فوزي عندك سؤال، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا لكم كثير على الإيضاح والإضاءة. فما أعرف يا أستاذ، طبعا المزارع عندنا مزارع بسيط، ففهمه بيكون فهم تقليدي غالبا. ممكن تعرف نفسك لو سمحت بعدك؟ طيب تاني، فاروق فيصل، برضو مهتم بالجانب الزراعي لكن مهندس بتاع كهرباء. المزارع عندنا هنا في البلد دي فهمه فهم تقليدي وفهم بسيط، فكيف نحن هنقدر نتغلب على الفهم التقليدي ده ونقنعه بانه الابليكيشنات دي مهمه وممكن تساعد وكده؟ وبرضه لا سيما انه مرات كثيره بيكون فيها مشاكل صعبه شديد، يعني مع انه السؤال خارج الهنا كده لكن هو مهم يعني. شكرا جزيلا، كلامك جميل. في عندك تعليق زي ما هي عقبة، يعني لازم الناس تجرب عشان تعرف انه الحاجة دي مفيدة فعلا، فلو ما جربت ما حينفع.
لكن المزارع ممكن توصله له بحكاية إنه الحاجة دي هتجيب لك قروش قدر كده، تحسين قدر كده، أو تعرف منه معلومة إنه أنت خسرت مثلا الزراعة اللي فاتت خسرت قدر شنو، فمثلا يقول له الحاجة دي هتجيب لك الإنتاجية بمقدار كده، لأنه هتمكنك من إنه مثلا تراقب المزرعة، أو إنه تشوف تعمل ديتكت للحشرة المعينة إنها جات في المحصول في الحتة الفلانية قبل ما تقضي على المحصول كله، فبيحاول إنه يصليه بإنه يعرف المشاكل حقته ويوريه إنه التقنية دي حلت الحاجة الفلانية، لكن هي حاجة ولازم تتجرب يعني. طيب، في تعقيب في الفيسبوك من زيزي عثمان بتقول المشكلة أن هذه النوعية من البحوث تعتبر مالتي ديسيبلينري، تمام، تتضمن عدة مجالات. هل هنالك شركات بين مؤسسات تعليمية في السودان للتنسيق على تنفيذ هذه النوعية من البحوث بين كليات الزراعة والإنتاج الحيواني وكلية الهندسة وكليات وتكنولوجيا المعلومات؟ والله نتمنى زيزي عثمان أنه يكون في جهات أو شركات بتدعم البحوث المتداخله مع بعض، او التخصصات المتداخله، لانه زي ما قال عاطف قبل شويه انه العالم ده كله اتجه للزراعه بالتكنولوجيا، ما الزراعه التقليديه بتاعت ابائنا واجدادنا. ولو متذكرين دايما بروف علام النور اللي هو متخصص في الاقتصاد الزراعي بيقول انه احنا الان لو زرعنا نفس الكميه اللي كانوا بيزرعوها اجدادنا بنفس الاليات اللي استخدموها بنفس الظروف المناخيه اللي كانت، ما حننتج نفس الكمية، ناهيك عن نفس الكمية اللي هم كانوا بينتجوها، بل حننتج أقل منها. وبرضه أقتبس في عالم في الـ WHO بيقول إنه في الفاو، معلش، بيقول إنه اسمه ستيفن جيرارد تقريبا، سيلفستر جيرارد معلش، بيقول إنه المسألة إدخال التكنولوجيا في الزراعة هي بقت يعني ضرورة حتمية، ما بقد إنه خيار، يعني إنه أنا ممكن أستخدم التكنولوجيا ولا لا، هي لا، إما نستخدم أو إما نستخدم، ما في حل غير كده. فعليه مرحبا بك يا دكتور الوسيلة. طيب، ممكن مداخلة؟ اتفضل اتفضل، راجل لك من دبي. أولا حاجة، أنا بالمناسبة فوتته، لقيت البرزنتيشن في النهاية، ثانكيو. تمام. كنت ماشي في الطريق، وقفت الموتر وفي الطريق، وأنا الآن حسي بحضر من طرف الشارع. مجهود عظيم طيب، يا دكتور. أنا حضرت التعليقات بتاعت الزملاء دكتور عاطف والبعده، لكن البرزنتيشن محتواه ما شفته، لكن هحضره ان شاء الله، وان شاء الله هيكون عندي تعقيب في الفيسبوك. لكن عايز انبه لحاجه، انه الباشمهندس زينب وكل الجماعه اللي عندهم انترستين خليهم ينضموا لنا في الجروب بتاع الفينو سودان، لانه ده الشغل الاساسي اللي بيركز عليه الجروب. نحن من زمان بنفتش لناس من مجالات مختلفه عندها اهتمام بتطبيق شغوله في الزراعه الذكيه. حس في واحد ذكر انه في واحد تخصصه هندسه كهرباء، وانت تخصصك هندسه الكترونات، يلا نحن عايزين ناس من مجالات مختلفه انه يكون عندهم اهتمام بتطبيق شغلهم في الزراعه، في كل المجالات بتاعت الزراعه. لو ممكن تقول لي جزء من المحتوى بتاع البرزنتيشن حقك كان بيتكلم عن تطبيق الزراعة الذكية في مجال بالضبط كده، هل اتكلمت بصفة عامة ولا حددتي مجال معين في الزراعة؟ اتكلمت بصفة عامة عن اتكلمت بصفة عامة عن إنه أجهزة أو شركات أو ستارت اب استخدمت التقنيات دي في الزراعة، سواء كان في الجزء بتاع البيطرة للحيوانات، أو في الزراعة الشغل حق الحصاد، أو في الزراعة الشغل بتاع التغليف، وإنه كيف تصل للمستثمر، يعني اتناولتها من كل الجهات. طيب، ممكن تمشي طريق بسرعة في السلايد اللي انت قدمتيها. اوكي، اتكلمت عن كم تكنولوجيا انها جات جديدة في الزراعة، والناس اغلبها بقت تستخدمها، زي الاي او تي والاي اي والدرونز والاوتوميشن، البلوك تشين والجي بي اس والفيرتيكال اجريكلتشر. في تاني ذكرت أمثلة لأجهزة استخدمت، مثلا الجهاز ده امبيدد
بيعمل لي تراكينج للهيلث والبيهافير حقة الحيوان، يعني حقة الأبقار تحديدا، ومن خلالها بيقدر المزارع بيجمع داتا عن إنه الأبقار دي صحتها كيف، أو السلوك حقها كيف، على أساس إنه يقدروا يعملوا أبحاث تحسن من الإنتاجية حقتها. مثلا في برضو سمارت إليمنت اللي هو ده بيستخدم برضو الـ IoT، هو جهاز بيكون مربوط بعدة سنسرات اللي هي سنسرات تربة، سنسرات حرارة، سنسرات جو، بتجمع داتا وفي نفس الوقت بتدي الداتا دي تظهر للمزارع على أساس إنه يقدر يتحكم في إنه أوكي مثلا الحتة دي حنسقيها موية، إذا جات مطر الليلة مثلا الحتة دي ما حنسقيها موية، فهي كلها بتتحكم في السقي والسماد برضو، وتقريبا كل ما يخص المزرعة في إنه الحاجات تكون كلها مراقبة. في التطبيق بتاع برو ماجريك بيحدد لي بيعمل لي ديتكشن للزرعة إذا كان فيها مرض معين، وبيحدد لي التريتمنت المعين، يعني إنه أوكي استخدم السماد المعين أو مثلا استخدم الرشاشة المعينة عشان مثلا في حشرة معينة هنا. في سيد سبريدر اللي هو دي حقت ماسيف داينامكس اللي هي بتوزع البذور على المساحات، اللي هو مستخدمين الدرون. في الأوتوميشن اتكلمت عن إيكو روبوتكس اللي هي دي برضو عبارة عن تراكر للمحاصيل اللي بتكون في شكل رو أو المحاصيل اللي في شكل صف وشغالة بالطاقة الشمسية. دي برضو نفس الشيء بس لكن بتشتغل للذرة، تعمل لي تراكينج برضو للمحاصيل بتاعت الزرع. في تاني بتربط المزارع مع الأجهزة الزراعية اللي هو بيحتاجها، مثلا تراكترات أو أي عربات بيحتاجها المزارع عشان تساعده في الحصاد وكده، بيقدر يحجزها وتجيه لحد عنده. ده حق الطبيب البيطري برضو، المزارع بيقدر يحجز الطبيب البيطري عشان يجيه لحد عنده في المزرعة، يعني بدل ما يسوق الحيوانات والأبقار لحد هناك. ده تطبيق بتاع مساحة اللي هو بيساعد المزارع إنه يعمل ديزاين للمزرعة حقته، إنه مثلا الحتة الفلانية أزرع فيها كده ودي أزرع فيها كده وكده. ده الجرين ماب، ده ستارت اب سوداني برضه، بيعمل استشارات زراعية وبيديني تحليل للأرض الزراعية وبيقدموا لك ريبورت كامل عن دراسة الجدوى، وإنه مثلا بتحتاج عمال قدر كده لو المساحة كده والموية هتستهلك منك كده وكده. تاني آخر حاجة اتكلمت عن تقنية ال vertical agriculture وال greenhouse houses، وإنها كيف ساعدت في إنه نقلل من يعني بدل ما الزراعة تبقى أفقية ممكن تبقى رأسية، وال greenhouses اللي هو كيف إنه تكون في بيئة معينة للمحصول ده طول السنة ويكون متوفر طول السنة. تقريبا دي الحاجات باختصار. لا والله ما شاء الله. أول حاجة العرض تمام والمعلومات مفيدة جدا جدا. لكن بس عندي سؤال كده، سؤال برحب باستطلاع. معظم الناس المتخصصين في مجالات بتاع الهندسة الإلكترونية، هندسة كهرباء، طبعا بيشوفوا إنه التطبيق في مجال الزراعة غير مفيد، دايما بيحبوا يطبقوا شغلهم في مجال الطب، في أي مجال تاني. أنت تشجعك منو إنك تطبقي في مجال الزراعة؟ والله الصراحة حتى مشروع التخرج حقي كان في مجال الزراعة، اللي هو كان إنه عملنا جهاز بيستخدم الـ AI والـ Image Processing، إنه كيف يعمل Detecting للتفاح على أساس إنه يعمل له فرز، يعني يقول أوكي التفاحة دي كويسة، التفاحة دي فيها شقوق بسيطة، أو التفاحة دي كعبة، على أساس إنه أقدر أشوف التفاح الخربان مثلا اقول الانتاجيه الجايه هحسنها بالطريقه المعينه. فهو باختصار بيعمل فرز عن طريق الاي اي، فكان عملنا سيستم كامل يعني. فمن هنا الانترست بدا في مجال الزراعه، وانه مشاكلها كثيره وممكن تتحل بتقنيات كثيره يعني، والعالم ذاته ماشي فعلا قدام. لا والله ما شاء الله، ده بالمناسبة ده شغل جميل، ده بالمناسبة ده شغلي ذاته، حاسس شغال فيه في البي اتش دي.
ان شاء الله هيكون عندنا كونتاكت في المستقبل مع بعض، ونتبادل المعلومات ونستفيد من خبراتك ان شاء الله. تمام ان شاء الله. شكرا لمداخلتك يا دكتور الوسيلة. لو عندك زمن في سؤال هنا في مجموعة الفيسبوك تقريبا عنده علاقة بشغلك، بيقول انه عبد المطلب انا تخصصي صحة عامة وعندي اهتمام بالزراعة، عندي زي قال يعني مساحة ذكرها بالأفدنة، هل ممكن تطبيق التقنية دي ولا محتاج لمساحات كبيرة عشان تكون ربحية أو بتخسر؟ يعني التقنية التكنولوجيا في الزراعة، هل في عدد معين بتاع مساحات أفدنة معينة عشان الزول يطبق ويلقى ربح معين؟ ده هو بيقصد التطبيقات بتاعت الزراعه الذكيه. ايوه التطبيقات الزراعه الذكيه. وطبعا التطبيقات بتاعت الزراعه الذكيه كثيره جدا جدا، ده بيعتمد في 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 بعض التطبيقات انه الافراد او الناس اللي عندهم مساحات صغيره ما حتى لو طبقوها هم ما بيستفيدوا كثير. يلا دي بتتطلب ان لازم الدوله تتدخل او البيج انستيتيوت مثلا زي الاجريكلتشر زي هيئه البحوث الزراعيه، من المفترض هي تتبنى الشغل ده. اما في بعض التطبيقات العاديه المستخدمه في الجرين هاوس دي ما محتاجه ان الحكومه تتدخل او تتبناها، ممكن الافراد ممكن يطبقوها. مثلا حسي زي ذكرت في السلايد حقتها الاولى ولا الثانيه انا مو متذكر، ان عندها بعض السنسرات، عندها سنسرات كثيره جدا جدا، ان السنسرات دي بتقوم بالقياس بتاع رطوبه التربه وبتجمع معلومات عن النباتات وكده، وعلى اساسها بيكون في مايكرو كنترولر بيقوم بيلتقي الاشاره من السنسرات دي وبيقوم بيطبق، بيقوم بيدي رياكشن اذا كان يطبق السماد او يفتح المويه انها تروي النبات او كده. يلا دي ما اعتقد انها محتاجه لمساحات كبيره، ممكن تطبق في مساحات صغيره جدا جدا. كلام جميل، شكرا جزيلا. في سؤال ثاني من ياسين، ياسين علي بيقول انا كباحث في الدرون والفوائد خصوصا في مساله الزراعه، قيمه الشركات او قيمه الدرون للشركات العالميه زي دي جي اي غالي جدا ما شابه، ليه نحن ما نصمم ونعمل شغل الملتي ديسيبلينري من مبرمجين ومصممين ومزارعين؟ والله يا ياسين الكلام ده العالم كله اصلا شغال بالمالتي ديسيبلينري والاتيام البحثيه، وزي ما ذكرت البشمهندس زينب اللي هو اول تجربه عملها البشمهندس محمد عبد العال في ماسل دايناميك صمم درون لاغراض بتاع التصوير واغراض بتاع الاستزراع، فالتجربه موجوده بالتعاون ان شاء الله الناس بتطور. ودي دعوه لك يعني اذا عندك شغل جاهز او مفكر تطور مشاريعك او ابحاثك في الدرون تتعاون مع الشباب. انا درون يوزر يعني انا ما عندي خلفيه عن تصميم الدرون او كده، لكن لما القى درون جاهز بعرف بوظفه، بضيف له الكاميرات اللي انا عاوزها، بضيف له السنسرات اللي انا عاوزها عشان اشتغل انتج او بوظفه كاداه في المجال بتاعي انتج لي الشغل بتاعي. فان شاء الله نتواصل ونتعاون. دي يعني زي ما قال الدكتور الوسيله في جروب اسمه فينو سودان، انصح الجميع وانا بفتش الرابط الان بخطه هنا، الناس تنضم يعني في نقاش هادف وبناء جدا علمي وتوعوي وارشادي باحدث التكنولوجيا في المجال ده العالم اللي توصلت له. فاتمنى اذا اجابتي لي تكون كافيه بالنسبه لك، او اذا في زول عنده اضافه يا شباب يضيف ياسين. تمام باشمهندس زايد عندك اضافه للكلام ده انه هو مصمم بتاع درون والشركات شركه الدي جي اي اجهزتها غاليه نسبيا، نحن ليه نحن في السودان ما نتعاون كمصممين وكمزارعين او كمجالات مختلفه عشان نصمم اجهزه بنشتغل بها في الخصائص بتاعتنا في السودان؟ هو تقريبا نفس اجابتك انه الجروبات بتاعت البحوث بتسهل الموضوع ده شديد لو كانت. كلام جميل. الشباب اللي معانا في مجموعة الزوم في زول عنده سؤال، لأنه توقيت الويبينار بقى زي ما قال في ساعة الفطور في السودان وتقريبا ساعة الغداء في بلدان ثانية، عشان كده الشباب عشان ما نطول عليهم. الزول اللي عنده سؤال ممكن يعمل خاصية الريز هاند يا شباب اللي معانا في الزوم. تقريبا أنا غطيت كل الأسئلة الموجودة في اللايف في الفيسبوك. تمام
عندنا 40 دقيقة، إذا ما في سؤال في سؤال من محمد إبراهيم. تفضل يا محمد إبراهيم، ممكن توقف الشير سكرين يا باشمهندس زينب. تفضل يا محمد إبراهيم. السلام عليكم، كيف أخباركم؟ تفضل. معكم محمد إبراهيم، برزنتيشن صراحة جميل جدا جدا، وشكرا لكم ولجهودكم إن شاء الله. عرف نفسك أكثر محمد إبراهيم، تخصصك واهتماماتك. محمد إبراهيم عمر، كلية الطب، جامعة البحث المستوى السادس، خليج إن شاء الله. تفضل. الله يعافيك. طبعا ما عندي علاقة بالمجال خالص، لكن مهتم بالزراعة عموما كجزء من التقاليد السودانية. مثلا أي ناس بيكونوا في الريف بيكون عندهم قطع أرض كبيرة جدا واصلها موية، والأمور صابرة يعني، كويسة عندهم يعني موية وأدوات زراعية وأي حاجة. فبس يعني بتبقى ثقافة الزراعة بحد ذاتها مثلا، فعايزين منكم إنكم تطوروا الحاجة دي وتنشروا. مثلا ما شرط يعني تقتصر على الزراعة، الناس اللي بيقروا زراعة أو بيقروا أي حاجة، فأنتوا مثلا تنشروا الحاجة دي في كل الكليات، في كل الجروبات، تساعدوا الشباب إنهم يكون عندهم انتماء لوطنهم أكثر، مع إنه زول يفكر في الهجرة يكون عنده أرض 30 40 فدان فاضي يعني. الريورد بكون أحسن إذا هو زرع. فطبعا التكنولوجيا هي بتسهل أكثر، بس الناس تمشي على التوجه ده، ونكون شاكرين لكم إن شاء الله. في كل جامعة مثلا يكون مثلا في بازار، في سيشن صغير، يكون في سيشن زراعي، ليه ما يكون في حاجة زي دي كده مثلا. فشكر لكم مقدما إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يديكم خير، ونشوف وطننا إن شاء الله عالي وبدون شر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا محمد ابراهيم. طبعا ما في حاجه اسمها انا تخصصي، ما تخصص زي ما قلنا المالتي ديسيبلينري. انا اذكر انه يعني المشن بتاعي في بحث التخرج هو مهندس مساحه في جامعه جبزة في تركيا، لكن هو يتخصص في المساحه التصويريه، ويتخصص جوه المساحه التصويريه في العدسات الطبيه، يعني بقى ابعد ما يكون من المساحه. فالتخصصات دي بقت متداخله، وان شاء الله انت في مجالك الطبي ذات يوم من الايام حتلقى نفسك شغال في تيم بتاع مزارعين وبتاع مهندسين ميكانيكيين وغيره وغيره. زين، عنده تعقيب على كلام محمد ابراهيم؟ عاطف يقول لك يا احمد ابراهيم، ما دام عندكم ارض وما بعد تطبقوا التقانات بس وتضمن انتاج عالي. كلام جميل يا عاطف. يا وفي حاجه بسيطه، انه حقيقه يعني في ناس عندهم ارض وعندهم مويه وعندهم امكانيات يعني، فديل يعني هم اللي ممكن يستفيدوا من الحاجات دي بصوره اكثر. الحاجه الثانيه زول المهندس والطبيب اللي بيقترب 20 سنه و 25 سنه بيقوم بيرجع السودان بعد ده بيبدا في الزراعه، دار له حته زراعيه ودار له معاها محل بستاني ومحل بتاع حيوان عشان الموضوع كله يكون طبيعي وياكل حياه طبيعيه وعضويه. اضافه لانه برضه بيتقاعد من الجيش، بعد ما يبقى فريق في الجيش بيرجع ثاني بيعمل مزرعه، وده حاليا السايت في السودان يعني حاليا يعني هم بيكون اوريدي عملوا البيزنس كويس وبعدك بيجوا يطبقوا يعني. ف زي ديل هم اللي حيستفيدوا من التقانات دي بصوره اكثر، وهم اللي حيعملوا نشر لانه بيحاولوا يطبقوا الحياه من ناحيه علميه يعني. وانا حاليا القاعد افكر فيه انه ديل هم اللي حيشتغلوا الشغل، لانه حاليا في مزارع بقت نموذجيه اطراف الخرطوم، في الابقار، بقت في الزراعه، فده ان شاء الله بيمشي لقدام يعني. فالطبيب هو ذاته بيبقى يعني اصله زراعي، وزي ما قال اصلا ذكر الطبيب ده يعني من جاي من منطقه ريفيه بيكون عارف تفاصيل الحياه دي وعاش واقع يعني. فإن شاء الله حيتبني السودان، أنا غايت متفائل جدا بأنه حيمشي لقدام بغض النظر عن التفاصيل التعقيدات الكثيرة الحاصلة دي، لكن وما عندنا خيار، ما عندنا خيار غير أنه نحن نمشي لقدام يعني ونعمل مع بعض يعني. وحقيقة المحتاجين نشتغل as group يعني صراحة يا وافي، عشان الناس تمشي لقدام يعني، ودي الناس الحقه تشتغل على يعني نكمل بعض، نعين بعض، لأنه في تفاصيل صغيرة محتاجة لدعم فني، محتاجة لزول تقايد يو يعني. فحاجة مهمة يعني.
شكرا جزيلا. شكرا كثير يا عاطف، مداخلة جميلة. في سؤال أو في تعقيب من تيبين بكر في مجموعات الفيسبوك، بيقول الموضوع ممتاز جدا محتاج الاهتمام من قبل الكليات الزراعية، تقديم مخرجات التعليم الزراعي الحديث مثل الإرشاد الزراعي وتدريب المزارعين على زيادة الإنتاج والإنتاجية واتباع الآلات الزراعية وطرق استخدام الأسمدة والريب بالإضافة إلى كذا كذا المسؤولين في الدولة. والله كلامك جميل، لكن دي هي بتجي سياسات دولة أكثر من إنه سياسات بتاعت باحثين أو بتاعت جهات باحثية معينة. فإن شاء الله الدولة تنتبه للشعارات اللي كانت ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع باختلاف الأزمنة والأمكنة. العالم كله توجه بقى وحيد، إما الزراعة أو إما الزراعة. طيب في زول ثاني عنده سؤال من مجموعة اللايف زوم؟ أنا عندي سؤال. تفضل دكتور. أنا عايز أسأل الباشمهندس زينب عن السوفت وير اللي استخدمتيه للبرمجة بتاعت السنسرات دي. في المشروع بتاع التخرج ولا في شنو؟ في المشروع بتاع التخرج يعني. استخدمنا بايثون. لغة البرمجة بايثون. استخدمنا الراسبيري باي. فهي كل الحاجات كانت امبيدد في الراسبيري باي على اساس انه يعمل ديتكشن ويديني القرار المناسب. برضه استخدمنا جرافيكال يوزر انترفيس بالكيوتي اللي هي في البايثون، تقريبا اغلبه كان بايثون وكله كان في الراسبيري باي كمتحكم. هل واجهتك صعوبه؟ هل اول حاجه دار اسالك، هل استخدمتي خوارزميه معينه عشان تعملي بيها موديلين وتحوليه لغه برمجه وترسلي لي المايكرو كنترولر؟ الصعوبات اللي واجهتك شنو اثناء انت بتنفذي في الشغل ده؟ اوكي طيب. في مشروع التخرج اول مشكله لقيتنا كان انه كيف نجمع الداتا، لانه اصلا الارتفيشال انتليجنت محتاج انه نجمع داتا عشان ندربها، نعمل تريننج للخوارزميه اللي هي كانت سبورت فيكتور ماشين. عشان نعملها تريننج كان محتاجين داتا، فمشينا جمعنا داتا، كان ملقينا الداتا اللي عايزينها في النت، فكان مشينا جمعنا داتا من السوق. فطبعا المشكله كانت في البدايه انه المفروض الداتا كلها تكون ب ريكويرمنت معينه عشان النظام يكون مضبوط، فزي عملنا بوكس كده للتصوير عشان الصور كلها تطلع بنفس الجوده وبنفس الحاجه عشان نقدر نعمل تريننج مضبوط. فدي كانت اطول مرحله انه كيف نجيب داتا عشان يا دوب نجي نشتغل بها الخوارزميات اللي احنا حددناها. طيب السؤال بعد انت طورت الخوارزميه دي بتاعت السبور ريكتر ماشين ودربتيها، انه هل واجهتك صعوبه عشان تعملي ليها امبورت المايكرو كنترولر؟ كيف لا. انت حولتيها للمايكرو كنترولر؟ الراسبيري باي اصلا عنده انترفيس مع البايثون، فكان جست نزل الراسبيري باي كان مربوط بالكاميرا حقته، فالكاميرا بترسل له الصوره والصوره بتتم معالجتها في الراسبيري باي. المعالجه داخله بمراحل كثيره اللي هو بري بروسيسنج، بعد ذاك بتدخل في السيجمنتيشن، استخدمنا برضو خوارزميه معينه، حتى بعد ذاك اخر مرحله بتدخل في المرحله بتاعت الكلاسيفيكيشن حقت السبورت فيكتور ماشين دي، وبعد ذاك في النهايه حتى تتفرز يعني انها كلاس A ولا B ولا C. طيب انا عايز اديك اقتراح اوكي. بالنسبه لاستخدام السبورت فيكتور ماشين، انت طبعا بتستخلص الفيتش من الايمج تدخليها كانبوت لسبورت فيكتور. هي فيتشر استخدمتي، هل استخدمتي شيب فيتشر ولا كلر فيتشر؟ الكلر فيتشر. استخدمتي كلر فيتشر. ايوه. طيب عملتي بري بروسيسنج للايميج قبل تطلع منها الفيتشر، مش عملتي توضيح؟ عملنا اي توضيح، زحينا الخلفيه، بعد ذاك تحدد الشيب. تحدد الشيب. هو الشغل بتاع الزيبرس. لانه السبورت فيكتور ماشين
ماشين وراندوم فورست وكل الترديشنال ماشين ليرنينج والالجوريزم دي عندها مشاكل كثيره جدا جدا، خاصه وقت نستخدمها للعمل في الحق لجمع الداتا في الحق. من ضمن المشاكل انها بتتطلب انك تعلمي تديها الفيتشر كانبوت، لكن في الشغل الجاي استخدمي الديب ليرنينج، استخدمي ديب ليرنينج. الديب ليرنينج افضل في الشغل ده، ممكن يعمل لك سيجمنتيشن وكلاسيفيكيشن اوتوماتيكلي من غير ما انت تعلمي او تدي الفيتشر. نحن السيجمنتيشن اشتغلنا بخوارزميه اسمها سليك سيجمنتيشن، سليك سيجمنتيشن SLIC اللي هو بتقسم لها حاجات لسوبر بيكسل على حسب اللون. سوبر ايوه عرفتها. طيب المره الجايه حاول استخدم الديب ليرنينج للام سيجمنتيشن، وبرضه كمان استخدميها للايميج كلاسيفيكيشن. انا عندي اوراق منصوره في الام سيجمنتيشن وفي الكلاسيفيكيشن، انا حرسلك الرابط بتاعها تقريها، وانا ما وصلت للتطبيق النهائي اللي انت تحسد حصلت له ده. لو انت عايزه تواصي انا ممكن اديك الكود وبعد ذلك انت تحول الكود ده للمايكرو كنترولر. انا عملت ديفلوبمنت للالجوريزم لكن ما حولتها لمايكرو كنترولر، انت ممكن تكملي فيها. تمام، حاولي في المره الجايه اقري عن الديب ليرنينج، اقري عن الديب ليرنينج، لانه بعد تقري عن الديب ليرنينج هتستغني من التراديشنال ماشين ليرنينج زي السبورت ريتر ماشين. ان شاء الله، شكرا لك. شكرا جزيلا والله يا دكتور الوسيله. طبعا ده الهدف والغايه من الويبينارات اللي بنعملها. يا باشمهندس زينب، انت الان لقيتي مشرف لرساله ماجستير جاهز، تقريبا معظم ابحاثكم جاهزه هذا. وانا تعقيبا على كلام دكتور الوسيله اللي صح كلامه صح في الفيكتور ماشين وعظمه التصنيف العاديه، انا برضو في البحث واجهتني مشاكل كثيره جدا، حتى اضطريت نعمل اللي هو مانوال سامبلينج بجهاز بيقول له سبكترو دايمتر بتاخذ. المهم الكلام ما يكون عملي شديد عشان المجموعه ما تميل، لكن ان شاء الله ده الهدف من الويبينار، انه الان حصل تشبيك بمعنى الكلمه. يا باشمهندس زينب، دكتور الوسيله هو شغال بوست دوك الان في جامعه زيجيان، صح يا دكتور؟ في الصين، وهو تبع البحوث الزراعيه. قدم جلسه قبل اسبوعين تقريبا معنا هنا، تكلم لنا عن الفينوتايبنج والار جي بي وال image segmentation. انا ما اذكر، انا نسيت العنوان يا دكتور معليش، لكن محاضرتك كانت قيمه جدا، وان شاء الله اي زول مهتم وعاوز يتواصل مع الدكتور يرجع. نعم، العنوان كان artificial intelligence. ايوه الذكاء الاصطناعي. ايوه انا اللي قدمته. ايوه انا كنت بس زي ما قال، انا اشتغلت بتطبيقات الدرون وانت اشتغلت بالمانوال فوتوغرافي. ايوه والله اضافتك. وفي فيديو قديم مقدمه دكتور تقريبا من جامعه الخرطوم برضه عنده علاقه بالشغل حقنا ده، حسي ده الفيديو الرابع اللي بيتكلم عن الايمج بروسيسنج وتطبيقات في الزراعه. كلام جميل، شكرا على وقتك يا دكتور، واخرناك في الشارع. اذا ما في زول عندي سؤال، عشان باقي لنا 5 دقائق تقريبا يا باشمهندس زينب. انا الان عملت فولو اب لكل الاسئله تقريبا اللي في مجموعه الفيسبوك. شباب، الفيديو ده حيكون محفوظ في الفيسبوك هنا، وحيكون في قناه الباحثين في اليوتيوب، فاي لحظه الزول اذا عاوز يرجع عليها. وزي ما شفتوا الان قدامكم حصل تشبيك بين الدكتور الوسيله اللي هو باحث مع بعض الدكتوراه وباشمهندس زينب. دكتور الوسيلة هو مهندس زراعي. نرجع تاني لنقطة إنه التخصصات بجد ما عندها معنى. زينب هي خريجة هندسة إلكترونات، وإن شاء الله فكرة الأيام البحثية الناس تمشي لقدام. إذا عندك أي راب اب يا زينب، آخر حاجة. أنا الآن متابع في الفيسبوك، ما في أي سؤال. لا، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. نحن شاكرين لك جدا للإضاءة اللي عملتيها، وإن شاء الله يكون ده أول ويبنار لسلسلة بتاعت ويبنارات جاية. و...
دي برضو دعوة لأي زول شغال في بحث سواء كان زراعي أو غيره يقدمه في شكل ويبينار. عندنا استمارة بتاع تقديم الويبينارات في مجموعة الباحثين السودانيين مثبتة كإعلان، بس تم الاستمارة وإن شاء الله تقدم الويبينار سواء كان جلسة نقاشية أو عرض بحث تخرج أو عرض بتاع ورقة تقدمت حتى تعم الفائدة بإذن الله. كده الآن نحن خلصنا تقريبا ونشوفكم في مرة ثانية.